انا باش كنت صغير ديما الدراري كيعيطوا عليا بالتفتع والحوته. هاد الهضره خرجت من الاسطوره غاني مفتاح اللي ميمكنش تكون عمرك شتيه، وهو اللي كان في افتتاح تاع كاس العالم تاع قطر اللي كاين دابا، وعينات قطر سفير نوايا الحسنه. كون عرفتي هاد الدري بناش كيعاني، كون استحمدت الله مليون مرة على داكشي اللي عطاك الله. في 2002 غيتزاد غاني مفتاح، ولكن الزيادة تاعو ما غتكونش بحال اي دري. مت غاني مفتاح كانت حاملة بحال اي مرة حاملة، ولكن في الشهر الخامس بدات كتحس بالصداع والوجع وما تقدش تمشي، ومشات للسبيطار وداروا ليها السكانير وعرفات باللي الجنين تاعها كتر من النص تاعو ما كاينش. والاطباء فاش شافوا الجنين ما كاملش ديك الساعه قالوا لها خاصك ديري عمليه الاجهاض حيت هي كتحس بالصداع والجنين ما كاملش. والاطباء قالوا لها قدر كاع على ولدتي ديك الساعه يموت ولا حاش كاع غادي يعيش معذب. ومت مفتاح غانم قالت الاطباء تسناو خلوني نفكر، وفكرت شحال، وفي الاخر قالت لهم هاد الولد ما غنحيدوش غير ربيه، ورفضت تحيد الولد تاعها وتحدات كاع الصعوبات وبتخليه. وفي الشهر السادس تاع الحمل الام تاع مفتاح كانت تحس بواحد الصداع صعيب بزاف، وقرروا الاطباء باللي خاصهم دابا يديروا عمليه ويخرجوا الولد ويحطوه في قرعه. والنهار فاش خرجوا غاني مفتاح كلشي كان كيتمنى ليه الموت حيت الشكل تاعو كان مشوه، وحتى الجدة تاعو كانت كتمنى ليه الموت، وحيت كلشي كان كيشوف باللي الموت حسن ليه ما يبقى عايش. تولد غاني مفتاح بلا رجلين بلا جهاز تناسلي وبلا جهاز بولي، وتولد بلا طرف من الجهاز الهضمي تاع لتحت وبلا طرف من السلسول العمود الفقري، وهو تولد ومعاه بزاف تاع الامراض اللي خطيره وبزاف تاع المشاكل الصحيه اللي محال واش غادي تيقوها. عندي مشاكل صحية كثيرة في كل أجهزتي الداخلية، مشاكل في النوم، في التنفس، في الأكل، في الحركة، وكل ما أكبر تكبر هالمشاكل وتزيد، لكن بعد يكبر فيني الأمل ويزيد. وهنا فاش كتبان النعمة تاع الأم، مت غانم مفتاح وقفت معاه ودارت المستحيل باش ولدها بقى عايش، وعطاته الحب والحنان والاهتمام وتعاملت معاه كأنه ولد عادي بحال أي ولد، وعطاته ثقة بالنفس حيت فاش كان غاني مفتاح هو صغير كيلعب مع الدراري صحابو كيسبوه وكيعيطوا عليه بالتفضع والحوتة، ولكن غاني مفتاح ما كيتياش في شكل هضرة وكيعتبرها ما كيناش. واخا ديك الإعاقة اللي عند غاني مفتاح ما منعتوش يجي الرياضة، وما بين الرياضات اللي كيدير السباحة، ركوب الخيل، وكرة السلة. وقدر غاني مفتاح يتسلق جبل فيه اكثر من 3000 متر، وقدر يحقق انجاز انه قدر يغطس تحت الماء 20 متر، للصراحه انا وشحال من واحد اللي كيتفرج دابا ما يقدرش يجيرها. الثقة هاد الايام كيتجوني بزاف تاع الرسائل كيسولوني الناس فين هو الانستغرام تاعي الحقيقي، هذا هو الانستغرام تاعي غتلقاوه في اول كومونتير، شي انستغرام اخر ماشي تاعي. والمناسبه اللي باقي ما يشترك يشترك دابا ويفعل الجرس باش ديما يوصلو الجديد وصلوا هاد القصص الرائعه، وما تنساوش تبارطاجيو هاد القصه. هذه القصه ضروري بارطاجي واحد كلها عمره بالامان وبالحياه. حاليا غانم محمد عنده شركه تاعو تاع الايس كريم، هو المدير تاعها، وهاد الشركه خدام فيها اكثر من 60 واحد، وكيدير محاضرات في احسن واكبر الجامعات في العالم، وكيتعتبر اصغر واحد عنده بلاصتو في الامم المتحده، وكيتبعوا في الانستغرام اكثر من 3.5 مليون واحد، وعنده مؤسسه هو اللي نشاها تاع الكراسي المتحركه في قطر. وكيقول دابا غاني محمد باللي كيعاني بزاف تاع الامراض، اضطرابات في النوم، بعض المرات ما كينعش، اضطرابات في التنفس، بعض المرات ما كيتنفسش مزيان كيتخنق، الم في العضلات، في المصافل، الم في الاطراف تاعو. واخا هكاك كيبقى ايجابي وكل نهار كيفيق مع الصباح وكيخدم وكيحمد الله على النعم اللي عطاه. وكنشوفوا من هذه القصه باللي اي واحد منا ممكن يحقق نجاح كيما كان الظروف تاعو قاسيه. وباللي غير الافكار السلبيه اللي كتخلينا ما نديرو والو، وديما نقولوا باللي حنا ما غنديرو والو. تيق في راسك وامن باللي انت شخص ماشي عادي كيما دار غاني مفتاح. ما تفكرش بزاف وخدم على الحلم تاعك وبقى ديما ايجابي، ما تخليش القلق والخوف والافكار السلبيه تسيطر عليك،
خليك ديما قريب من الله، ومهما كان الظروف تاعك صعيبه حمد الله وشكره على النعم اللي عطاك.